النهارده بن شرقي ما شاركش في التدريبات، واتضح ان هو موجود في دبي. طبعا الفرقه كانت راحه اول امبارح، وامبارح باتشيكو كان عامل التدريب اختياري، لعب ما حضرش وموجود في دبي، فاستفسرنا على الوضع فقال لك ان هو استأذن من باتشيكو انه يحصل على 48 ساعه اجازه، وان اللعيب هيكون موجود النهارده بقى الاربع في التدريبات بشكل طبيعي. بس طبعا مباراه السبت ممكن باتشيكو ما يدفعش بيه فيها او يحطه على دكه البدلاء. تمام. النهارده حازم امام طبعا شارك الراجل بعد طبعا ما تلقى واجب العزاء في والدته، واحنا عزيناه امبارح. بس وذلك هيتدرب بشكل طبيعي ان شاء الله خلال الساعات المقبله، علشان طبعا استعدادا لمباراه الطلائع يوم السبت في الدوري العام. يوم 8 يناير يعني يوم الجمعه، وخلي بالك ده يوم عيد ميلاد، يوم 8 يناير يوم عيد ميلاد. يوم اسود على البشريه. الاتحاد الافريقي هيعمل القرعه بتاعت يوم الايه؟ يوم اسود على البشريه. ده يوم خير على البشريه، اكيد يوم خير. ده رايك انت، انا بقبل النقد، بس اللي زيك بعمل له ديليت على طول، او ما النقد بتاعه ما يعجبنيش اعمل له ديليت. ماشي ماشي. واخد بالك؟ ماشي. عشان تبقى عارف يعني التاريخ وقف يوم 8 يناير، التاريخ عمل ايه؟ وقف، ما اتحركش، واقف من ساعتها. من ساعتها هو واقف مش عايز يتحرك. المهم يوم عيد ميلادي، المهم هو ده المهم. المهم يوم عيد ميلادي الاتحاد الافريقي قال لك ايه؟ قال لك يوم عيد ميلاد علاء حمام يوم 8 يناير هعلن عن جدول عن قرعه دوري المجموعات. طبعا عندنا في دوري المجموعات الاهلي طبعا تاهل النهارده، بنبارك له ونبارك لجمهور الاهلي. مباراه طبعا كانت ممتعه يعني، بس ما اعرفش كهربا كده كان مزودها شويه من وجهه نظر يعني. وطبعا الجيش وفر المصاريف ووفر الفلوس. فالمهم الاتحاد الافريقي اعلن ان الجوله الاولى هتقام 12 13 فبراير، الجوله الثانيه 23 فبراير، الجوله الثالثه 5 و6 مارس، الجوله الرابعه 16 مارس، الجوله الخامسه 9 و10 ابريل. طبعا احنا النهائي الاخير لدوري ابطال افريقيا كان بين فريقين كبار، اتمنى ان شاء الله برضو ان النهائي برضو بتاع البطوله الجديده برضو يجمع بين الاهلي والزمالك زي ما حصل في النسخه الاخيره. ده كان اخر خبر معانا في نادي الزمالك النهارده استاذ عبد الناصر. اشكرك شكرا جزيلا يا علوه، وان شاء الله باذن الله بكره نلتقي على خير. شكرا جزيلا. شكرا يا استاذ عبد الناصر، تحياتي لحضرتك. شكرا. والله العظيم يا جماعه علاء حمام راجل محترم، يعني جاي من مشوار عائلي ونزل في الشارع والله عشان يعمل المداخله. سيبكم من اللي انا بضحك معاه، من افضل الناس اللي عرفتهم في حياتي. قلبه ابيض شفاف ومحترم ومتواضع وراضي بقليله وجميل، وتحبه من اول ما تقعد معاه. والله العظيم هذا البني ادم يا جماعه ربنا حاطط قبول بينه وما بين اي حد من عند الله. اول ما تقعد معاه تحبه، والله اول ما تقعد معاه تحبه.